فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الثاني فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا القوم فقلقناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خمار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا الله الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم قلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه
كأنه في اليم من الساق. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. Thank you.
لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا أن أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله لمن حمده ربنا
ربنا ولك الحمد الله
دارا. ونسألك اللهم نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتصبر على بلائك وتقنع بعطائك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها صفوفنا وتبيض بها وجوهنا وتحصن بها فروجنا وتسدل بها ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك والمضطهدين في دينهم في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر على سيدنا محمد النبي الأمين. الحمد لله أن من علينا بالصلاة في هذا المكان الطاهر المقدس ومن علينا بأن نقف بين يديه سبحانه وتعالى ندعوه ونتضرع إليه. فاللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وتقبل دعاءنا إنك على كل شيء قدير. هكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان قضيت صلاة العشاء وصلاة القيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بكم مجددا إن شاء الله من خلال نقل مباشر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. وحتى لقاء آخر، تحية لكم من كافة الزملاء الذين ساهموا في هذا النقل التلفزيوني، من الصوت صالح زيني بن صديق، محسن عبد الله الغامدي، حسين حامد الناصري، التصوير طلال أحمد جوهرجي، محمد حميد الصاعدي، عناية الله مطلق الصاطي،
ومن الكاميرا الداخلية أحمد عبد الله القبساني، ضبط الصورة مبارك بخيت الخزاعي، عزام أحمد فطاني، محمد أمان، هندسة استوديو محمد مسعود، رفعت أبو جمعة، محمد حسنين، المساعدون محمد بربيب، مختار علي، ونوشاد أحمد، وغياث الدين سراج، وصالح عبد العال. من المرسلات أنور مجيد ونسيم أحمد، ومن كنترول الرياض زملاء ناصر المصباح، ناصر الدريس، محمد الخلدي، عبد الله بخيت، سلطان الأشيوان. من المتابعة هيثم أحمد الصحاف، طلال حسن حديدي، الإشراف الهندسي عبد الله عمر العماري، الإشراف طارق أحمد ريري، فيصل محمد عراقي. حدثكم عدنان صعيدي، وأخرج لكم هذا النقل عصام حسن رواس. شكرا لكم، والكاميرا والميكروفون تنتقل إلى استديوهاتنا في الرياض.